الشناوي احسن لاعب في افريقيا الموسم اللي فات. محمد الشناوي احسن لاعب مش احسن حارس في افريقيا، كان كتب تويته على التهنئه مبروك على الاهلي وجمهوره العظيم بطوله كاس السوبر، شكرا للعيبه واداره النادي وعقبال بطولات جايه كتير، جاء الوقت عشان احتفل بلقب احسن. كنت مأجل الاحتفال بيه وهو احسن لاعب في افريقيا، يا رب دايما في احتفالاتي اهلاويه. يعني الشناوي عايز يقول انا اجلت الاحتفال بلقب احسن لاعب في افريقيا للحظه المناسبه، والتتويج السوبر ده هو اللحظه المناسبه. تتويج السوبر اللحظه المناسبه آه. والعوده السريعه الهائله لمستواه رقم واحد في افريقيا. ايوه الفتره اللي فاتت دي ايوه ده الشناوي ايوه اللي هو احسن لاعب في افريقيا. فهو تأجيله الاحتفال كان تأجيلا ذكيا، هو يستحق الآن أن نحتفل به وأن تحتفل به أفريقيا كلها.